عقوبة الإعدام. أنا ضد عقوبة الإعدام، ولكن في حالات أنا معها وضدها، مثلا الاغتصاب، قتل الغير مبرر. مش من حق أي إنسان يقرر مثلا أن هذا الإنسان لازم تنتهي حياته. عقوبة الإعدام غير سليمة وغير رادعة بالمفهوم الكامل لمعنى الكلمة. في الواقع الفلسطيني، القانون الفلسطيني أن يجيز عقوبة الإعدام ولكنها مربوطة بموافقة الرئيس. وما أن عقوبة الإعدام ليست محظورة بموجب القانون الدولي، إلا أنها تعتبر استثناء متطرفا للحق في الحياة. لما انحكمت الإعدام حولونا على مقر الوقاية بيتونيا. حياة الموت زي الميت بالضبط، أنا والميت كنا واحد. قتل نفس أشد عند الله من هدم الكعبة. أنا لما حكمت إعدام ما يعني ما شعرت في حياة، ما شعرت في أمل، ما شعرت في شيء. كنت قاعد في عزبة في حياة ثانية، يعني كنت يعني أتمنى الموت في كل لحظة في كل دقيقة. ما كنتش أتخلط مع الناس، ما كنتش أتخلط مع حدا، اللي يحكي معي ما حكيش معاه. يعني كيف بدي أوصف لك حياتي؟ كانت حياتي يعني حياة الموت زي الميت بالضبط، أنا والميت كنا واحد. لما انحكمت الإعدام حولونا على مقر الوقاية بيتونيا، حطوني بالزنازير، قعدت 6 أشهر. يعني بني آدم كل دقيقة أفتش إنه هسا بيجي بدي أنجر. ومرة جابوا لي جريدة في ناس انعدمت من طمون اللي هم أمنية، هذول عدموهم، جابوا لي إياها الجريدة الوقاية، قالوا شوف هيها هسا انعدموا 2 بنابلس. في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تم التأكيد على أهمية، وهو العهد الذي انضمت له فلسطين مؤخرا. قامت فلسطين بالموافقة على أن الحق في الحياة هو حق أصيل وحق أساسي تنبثق منه كل الحقوق الأخرى. نحن نعلم جيدا بأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية يتحدث عن عقوبة الإعدام، وهناك بروتوكول بإلغاء عقوبة الإعدام في هذه المعاهدة نفسها. وبالتالي أنا أرى بأن عقوبة الإعدام غير سليمة وغير رادعة بالمفهوم الكامل لمعنى الكلمة. في الواقع الفلسطيني، القانون الفلسطيني أن يجيز عقوبة الإعدام ولكنها مربوطة بموافقة الرئيس. إحنا أن لم يسبق أن نفذ أي حكم بالإعدام، لم تحكم محكمة فلسطينية في مناطق المحافظات الشمالية بأي عقوبة بالإعدام ولم ينفذ هذا. وعادة الرئيس لا يقبل بأن يصادق على مثل هذه العقوبات. صحيح أنه على أرض الواقع الرئيس لا يصادق على أي من أحكام الإعدام الصادرة، خصوصا في قطاع غزة خلال فترة الانقسام السياسي وصدور الكثير من الأحكام وتنفيذها في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس، وهذا ما كان مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على ضرورة أن يصادق الرئيس على كل قرار بالإعدام. رحبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقرار سيادة الرئيس محمود عباس إعادة محاكمة جزء من المحكوم عليهم من قبل محاكم عسكرية بعقوبة الإعدام، وبالفعل فقد تم إعادة محاكمة جزء منهم وحكموا بأحكام أقل من عقوبة الإعدام. فبعد ما نزل حكمي شعرت في أنه في شيء صار، في شيء حصل، أنه أنا رجعت للحياة، رجعت لطبيعتي، رجعت لحالي. أنا حكمت محكمة عسكرية بال2000 محكوم إعدام، أنا مدني بني آدم مدني، حكمت محكمة عسكرية.
الإسلام كباقي الأديان السماوية جاءت من عند الله سبحانه وتعالى تقدس حياة الإنسان وتحرم الاعتداء عليه، وبالتالي جاء في القرآن الكريم تعقيبا على جريمة قابيل الذي قتل هابيل بأن الله سبحانه وتعالى شنع على هذا الجريمة فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الموضوع الاجتماعي هذا بدون جدل يعني راح يكون في تأثير على المستوى الاجتماعي، وراح تدمر أبناء وست أبناء عنده بالمناسبة وبنات، يعني إما قتلت وأبوه أعدم كيف بدها تكون كيف بدهم يعيشوا هذول؟ إما قتلت وأبوه أعدم، فهي حالة يعني ممكن الواحد يعني أثرها أثر الإعدام في هيك حالة حتى لو ثبت الجرم عليه بيكون سلبي أكثر منه إيجابي، يعني ما الإعدام عقوبة رادعة، الإعدام بتكون عقوبة رادعة، استردع مين؟ لا يجوز القتل كعقوبة قضائية، وحتى تنفذ أي عقوبة من تلك العقوبات لا ينفذها شخص بعينه، ولا ينفذها شخص منفعل، ولا تنفذها جهة على مزاجها، إنما هناك ضوابط شرعية. أولا يجب أن يتولى البت فيها قضاء، والقضاء عادة يكون نزيه ويكون متروي ويكون منضبط. اثنين، يجب أن تكون أجواء التي ينفذ فيها حكم الإعدام مناخها مهيئ لتنفيذ العقوبات. عمر الخطاب حين وجد الناس في جوع ما نفذ عقوبة السرقة. المخاطر المترتبة عن إصدار حكم بالإعدام وتنفيذه، أولا نريد أن يكون إذا كانت موجودة في التشريعات نريد أن نتأكد أن هناك إجراءات قانونية عادلة، وأن المتهم بأي جريمة تقع عليه فيها عقوبة الإعدام يجب أن يمر في إجراءات طويلة قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه. الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام لعدد من الأسباب، أهمها أنه لا يوجد نظام قضائي مهما كان هذا النظام مستقلا ومتقدما، فإنه لا يوجد نظام قضائي محصن من الأخطاء، وهذه العقوبة بالطبع هي عقوبة لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن إصلاح الخطأ الوارد فيها في حال تم تنفيذها. ثبت في الدراسات الميدانية أن الجريمة لا تقل في مثلا الولايات الأمريكية التي بين الولايات الأمريكية التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام وغيرها، وهكذا يعني في عدة دول من العالم تبين أن الجريمة لا تنخفض في بس بمجرد إلغاء بتنفيذ عقوبة الإعدام لأنها لا تكون رادعة على الآخرين، في حين أنه عقوبة السجن أو العقوبة السالبة للحرية قد تحقق قيمة ردعية عالية إذا كانت عقوبة طويلة، وفي نفس الوقت بالإمكان إصلاح العقوبة فيها فيما إذا حصل خطأ. الأمم المتحدة أيضا تعارض عقوبة الإعدام لأن تنفيذها في كثير من الدول يكون بدوافع سياسية وليست دوافع قانونية، كما أن تنفيذها أيضا في غالبا ما يحدث ما يكون على أساس تمييزي بحيث تطبق على بعض أفراد المجتمع ويفلت بعض أفراد المجتمع الآخرين من هذه العقوبة. أيضا عقوبة الإعدام عادة ما يرافقها إساءة معاملة أو تعذيب الأشخاص المحكوم عليها. لأن الدين لا يمكن أن يطلب في تنفيذ العقوبات أولاً، تنفيذ العقوبات يكون آخراً. هناك تقدم ملموس قد حقق في هذا الإطار على صعيد الدول، إذ ألغت أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام، سواء نحن نتحدث عن أكثر من 150 دولة ألغت عقوبة الإعدام إما من خلال قوانينها المحلية أو في الممارسة العملية. هدف الدول دائماً من معاقبة مرتكبي الجرائم هو هدف إصلاحي، لكن عقوبة الإعدام هي عقوبة تنطوي على سلوك انتقامي غير مناسب وليس سلوك إصلاحي. ممكن أحياناً يعني وفق مقتضى قانوني معين يتم
الإقرار بأنه الشخص هذا يعدم، ولكن بجوز الظروف جرته أو أجبر على أنه يكون في هذا الجرم للحظة من اللحظات، فبالتالي يعني بخلاف الجرائم الأخرى اللي ممكن تكون مع سبق الإصرار وجرائم متكررة، هي يعني حسب. أنا مش مع كوبة الإعدام. ولكن في حالات يعني بالفعل انه مجرم كبير او قاتل اطفال او مغتصب نساء كبير، يعني انه بالفعل بشكل خطر على المجتمع، فانا مع انه التخلص منه، يعني لانه هذا مثل هذه الاشخاص يعني ما في لها حالات علاجيه، بس فقط ضرر للمجتمع. عقوبه الاعدام ضد، لان احنا بصراحه ما يعني ما في حق لحد انه يسلب حياه حدا. انا ضد عقوبه الاعدام لانها حياه شخص. أنا مع عقوبة الإعدام، يعني في قضايا معينة بحاجة لتنفيذ عقوبة الإعدام، مثلاً الاغتصاب، الاغتصاب بحد ذاته يتوجب تنفيذ عقوبة الإعدام. أنا معها وضدها، معها إنه لازم الواحد يعني لازم يشوف الإعدام على أرض الواقع، عشان ناس كتير ما بيتعلموا لا من السجن ولا من كفالات ولا هذا الحكي، بس كتير ناس إذا بتنتهي حياتهم بتعلم ناس تاني. نفس الوقت أنا ضدها، لأنه ليش أنهي حياة ناس؟ بس لازم أعالج الموضوع من أساس، لازم يكون قد هذا الموضوع. بستنى اللحظة بفارغ الصبر إني أطلع من السجن وأقابل أهلي وأقابل المجتمع وأشوف حالي بين المجتمع كيف أنا. أنا بتمنى إنه الرئيس ينزلنا الأحكام الإعدام إن شاء الله يخفضها. هل أنا رجعت بني آدم كما كنت سابقا؟ رجعت احترامي كما كان؟ بتمنى إنه ينزل لي من الإعدام لمؤبد، فهمتيني؟ ودي أرتاح يعني أرجع لأولادي أطلع أشتغل وأدير بال على مرته وعلى أولاده وعلى أهلي. حياتي كده تكون كيف بدي أعيش مع الناس؟ إذا أجى رئيس ثاني بجوز إنه يصادق هالأحكام، لأنه أنا مش مرتاح هالشكل ده.